أهلا بكم متابعين إليت كلوكمان في مقطع جديد على القناة. أخيرا قام دوم ستوديو بتنزيل الحلقة 20، وهي الحلقة أطول لحد الآن، تجاوزت مدتها 6 دقائق ونصف. الآن سوف نقوم بتحليل الحلقة ونكشف أسرارها، لكن قبل لن بدأ المقطع اشترك في القناة وحط لايك، وهيا بنا نبدأ المقطع. تبدأ الحلقة وذلك برؤية كاميرا التسجيل يحمل بيده تابلت، وكان مكتوب على التابلت Help Requested TSM Coming، ومعناها مساعدة مطلوبة TSM القادمة، ومعنى TSM هو اختصار تايتان سبيكر مان. وبعدها تستدار الكاميرا إلى فوق ونرى برج ساعة عملاق كان يحتوي على بعض المتفجرات، وكان كاميرا التسجيل برق رجل الساعة، وكان ينظر رجل الساعة إليهما بالتالي سكوب. وقام كاميرا التسجيل برؤية رجل الساعة على الرسالة التي أتت إليه في بداية المقطع، وبعدها نرى أحد المراحيض قام بإسقاط حبل من بعض الحبول التي كانت مغلفة القنابل وعصب المرحاض الذي كان بجانبه، ويستدار كل المراحيض إلى جهة اليسار. وبعدها نرى قدوم عملاق الإسبيكر إلى المنطقة، ونرى أن عملاق الإسبيكر أتى إلى إنقاذ الأمر قبل أن تفجر هذه القنابل. وبعدها نرى التحالف ينظرون إلى رجل الساعة الضخم، وكانه يقولون له دع الأمر لك. وتقدم رجل الساعة الضخم إلى الأمام، ونظر رجل الإسبيكر الضخم إلى اليمين. وبعدها نرى رجل الساعة الضخم قام باستخدام القدرة الخاصة به، وقام بإيقاف الزمن على المراحيض، ونزل عملاق الإسبيكر إلى الأرض، وقام رجل الساعة الضخم مباشر إليه إلى الساعة، وقام عملاق الإسبيكر بهز رأسه. وبعدها نتفاجئ بظهور مرحاض مغناطيس طائر، وقام المرحاض باستخدام القدرة المغناطيسية على رجل الساعي الضخم. وبعدها نرى رجل الساعي الضخم قد حاول رأسه الانفصال من جسمه، لكن يقوم رجل الإسبيكر الضخم بإنقاذ الأمر، حيث قام بإمساك سكينه وحطه على رأسه ودفعه بقدرة موجات الصوت الخاصة بتحالف الإسبيكر، ومات المرحاض المغناطيسي. ونرى أن الزمن رجع، لكن يتفاجأ عملاق الإسبيكر بصاروخ أصاب رأسه، ووقع عملاق الإسبيكر بالأرض من قوه الصاروخ. ونظر عملاق الإسبيكر إلى الأمام، ونرى رجل الساعة الضخم قام بالوقوف مجدد. وبعدها نرى قاذفة مدفع تتقدم إلى عملاق الإسبيكر، وبعدها نرى نهوض عملاق الإسبيكر من الضربة التي أخذها قبل قليل، ونرى بدأ ينظر إلى الأمام، ونرى بعدها قواذيف صواريخ بشكل متتالي، وبعدها نرى خروج رأس مرحاض، وكان اثنان يتشابهان. وانظروا إلى الأقنعة التي يرتدوه، أن هذا القناع لشخصية من لعبة SCP، وهذا من الشخصيات الخيالية المرعبة. المهم نرجع إلى الحلقة، ونرى أن المراحيض بدوا بالنظر إلى عملاق الإسبيكر، وقام المرحاض بإطلاق بعض من الصرايخ على عملاق الإسبيكر، ونرى حدوث انفجار ضخم غطى المنطقة بأكمالها. وبعدها نرى خروج عملاق الإسبيكر من بين الانفجار، وكان مصاب ويمسك بيده، وقد خسر سبيكر من كتفه اليسار، وتجهز المراحيض للقتال مع عملاق الإسبيكر. ونرى عملاق الإسبيكر قام بإخراج الطبر للقتال معهم، ونرى بدأ القتال، وحاول عملاق الإسبيكر التخلص من واحد منهم، لكن يصده المرحاض بدرعه، وقام بإطلاق الرصاص على عملاق الإسبيكر، ونرى هجوم المرحاض الطائر، وهجم المرحاض العادي عليه، لكن قام عملاق الإسبيكر بكسر القناع الذي يرتديه، لكن يتفاجأ عملاق الإسبيكر بظهور رأس مرحاض، وهذا المرحاض شخصية ليذرفيش، وهي شخصية مرعبة تحمل المناشير في الأفلام المرعبة، وظهر أكثر من فيلم رعب. المهم نرجع إلى الحلقة، وبعدها نظر المرحاض على عملاق الإسبيكر، ونرى التحالف تحاصر من بعض المراحيض المتطورة، وقام رجل كاميرا بتنبيهها من مرحاض متحول كان يمسك بيده جهاز القنبلة التي رأيناه في بداية الحلقة، وقد ضغط زر ستارت بوم، ومعناها أبدى القنبلة وبدأ العداد. ونرى بعدها هروب المرحاض بأسرعه من ماعده. نرى رجل الساعة قام بدفع أمرئة الحفارة للتعامل معه، وركضت إمرأة الحفارة وراه لمي، توقف الزر، ونرى دخول المرحاض المتحول إلى أحد المباني، وتستمر امرأة الحفارة بالركض وراه، ونرى عملاق الإسبيكر كان يتحارب مع المراحيض SCP، ونرى امرأة الحفارة بالرحي وراه المرحاض المتحول، وأخيرا أمسكت امرأة الحفارة به وقام بلكمه على وجهه، وأخذت الزر وحاولت إيقافه، وقامت بضغط زر الإيقاف، لكن نتفاجئ بأن العداد بدأ بالتخلص بسرعة وتنصدم امرأة الحفارة، لكن تطلع هذه خدعه من المرحاض المتحول، قام بالصاق ورقة مكتوب عليه إيقاف القنبلة،
ولكن تطلع كلمة فاستير ومعناها أسرع. ونرى رجل الساعة الضخم بدأ بنظري إلى الوقت ونرى هجوم مرحاض المتحول على امرأة الحفارة واتو أثنين مراحيض متحولة كانوا يرتدون أقنعه. وقام رجل الساعة الضخم على آخر ثانية بإيقاف الزمن وهو أيضا بنفسه تجمد ونرى عملاق السبيكر. نظر إلى القنبلة ونظرت امرأة الحفارة إلى بعض البراميل المتفجرة. وقام عملاق السبيكر بقطع الأسلاك التي كانت على القنبلة. وبعدها نرى أن أحد مراحيض الاس سي بي قام بخنق عملاق السبيكر بالزناجيل وحاول المرحاض الطائر القضاء على عملاق السبيكر. ونرى قفز امرأة الحفارة على آخر ثانية من الانفجار وتستدار امرأة الحفارة إلى الوراء. ونرى صوت حفارة اسمعوا. ولكل قال إن هو عملاق الحفارة. ونرى خروج قرن عملاق الحفارة ونرى قد تطور بشكل أقوى ويتفاجأ عملاق السبيكر والمراحيض من شكله جديد. ونرى طائرة رجل الساعات أتت إلى أخذ التحالف الذي كان في بداية الحلقة. ونرى شكل عملاق الحفارة الجديد ونظر نحو مراحيض الـSCB ونظر المرحاض الـSCP إلى عملاق الحفارة. وقام المرحاض الطائر الهجوم على عملاق الحفارة وقام إطلاق النار من المدفع. ونرى عملاق الحفارة لم يتأثر بتاته وأطلق الثاني دفعه من الصواريخ عليه. وقد أخرج عملاق الحفارة فمه الممتلئ بالسكاكين الحادة وابتلع المرحاض الطائر. ونرى الثاني أنصدم من ما يراه إمامه وقام عملاق الحفارة بإخراج زنجيل من مركز الطاقة. وحاول المرحاض بقطع الزنجيل ونرى أن عملاق الحفارة بقتل المرحاض. وبعدها نرى رجل الكاميرا التسجيل قام بقتل أحد المراحيض ونظر إلى برج الساعة العملاق. ونرى طائرة رجال الساعات كان ينظر إلى أحد رجال الكاميرات كان داخل برج الساعة العملاق بعد أن أخرج عملاق السبيكر القنبلة على آخر ثانية وتستدار الكاميرا إلى اليسار. ونرى عملاق الحفارة مع عملاق السبيكر وانظروا إلى حجمه في هذا الحلقة. انظروا إلى حجمه في هذه الحلقة صار ضخم مما نتوقع. وقام عملاق الحفارة بهانة عملاق السبيكر وكان يعامل زي الطفل، لكن عملاق السبيكر يزعل مما يعمل وطار عملاق السبيكر. وبعدها ينتقل المشهد إلينا بمقر من السماء ونرى ظهور سحابة عملاقة وخرج منها مرحاض المختبر وكان متاذي جذر بالمعركة الأخيرة في الحلقة الجزء الثاني من الحلقة 19. وبعدها نرى وقوع سماعة عملاق التلفاز وانكسرت ونرى خروج مرحاض المختبر الأصلي كما في السلسلة الأصلية في الحلقة 67 الجزء الرابع. ونرى قدوم مرحاض المختبر إلى اثنين مراحيض متحولة وكانوا يحكون بالغة الذي يحكونه في كل حلقة وأنا لم أفهم ماذا يقولون له. أنتم اكتبوا في التعليقات من ما فتهمت. ونرى دخول المراحيض إلى أحد بوابات المراحيض ونرى بوابات التي تصنع المراحيض ونرى مراحيض متحولة قتلت مرحاض بالتجارب الفاشلة. ونرى بوابة أخرى خرجت منها أيادي أخطبوط أو ما شابه ذلك وكان مرحاض المختبر ينظر إليهم. ونرى مرحاض المختبر دخل إلى أحد المصاعد وكان المصعد ينزل إلى الأسفل وينفتح المصعد. ونرى قدوم مرحاض المختبر ونظر إلى فوق ونرى شخصية جديدة غامضة أو مظلمة كانت تحكي مع مرحاض المختبر باللغة الإنجليزية وكانت تقول له أنت دائما بتضل تخسر وأنت لازم تشغل العمالقة ويعني هيا عدها خطة إلى العمالقة. وأيضا قالت الساعات كلهم راح يخسروا. وآخر شيء راح أعطيكم نظرية انظروا إلى هذا الضوء البنفسجي كان مثل العميل السري بلا سلسة الأصلي وأن هذا الشخصية هي العميله السرية في سلسلة مراحيض إسكيبيدي الأكوان المتعددة. وهنا تنتهي الحلقة. لايك والاشتراك في القناة وإلى اللقاء.